أفاد موقع أكت الفرنسي أن محكمة مونبولي أعلنت عن حكم بحق الدول المغربي يوسف العربي بعام نافذ من السجن في قضية تعود مجرياتها لصيف 2017. وقد وجهت ليوسف وأشقائه تهمة ضرب قاصران يبلغان من العمر 13 و16 سنة في قضية بدأت في 24 من يونيو سنة 2017، حيث كان اللاعب يقضي عطلته بالجنوب الفرنسي رفقة عائلته. وبدأت القصة برمي القاصرين لقارورة زجاجية في شرفة المنزل الذي كانت تقطن به عائلة يوسف العربي أثناء احتفالها بعيد الفطر، الشيء الذي استدعى خروج العربي وإخوانه لتقصي الحادثة قبل أن يجد المتسببين في الفعل ويبرحهما ضربا. حسب ما أورد أحد الشهود حينها: رأيت في المرأب قاصرين يحتميان من الضرب بأيديهما وهما ملقيان على الأرض. من جهة أخرى وأثناء التحقيق نفى اللاعب ما وجه إليه من تهم، مؤكدا أنه ضرب أحد الشابين مرة واحدة لتهدئته فقط بعد ردة فعل عنيفة.